لنا المباراة، لكن نفسياً شو اشتغلتوا؟ هلا أول شيء لأحكي على الجمهور، هذا مو جمهور يعني، هي أول شيء جاي من قبل اللعبة أظن ساعة واكتملوا خلصوا أظن لسه ما خلصوا. هلا فنياً نحن مستعدين، نفسياً هذا شيء صار يعني بصير بأي لعبة، تقريباً ضايقنا أول تاني نهار التمرين، بس فنيا ونفسيا نحن جاهزين للعبة ولازم نستغل غياب أنطوني لأنه نسبة تهديفهم أظن ما بعرف يعني، مع احترامي لكل اللاعبين فريق خبرة وكبار. أنتوا كفريق جلاء اليوم كيف مستعدين لهالمباراة بعد الشيء اللي عملتوه بالمباراة الماضية؟ هلا مثل ما أنت قلت المباراة الماضية كانت جيم كتير حلوة، كان سكور كتير حلو من الفريقين والفريقين لعبوا فريق ماتش كتير حلوة، بتمنى اليوم تنعاد نفس المباراة، تنعاد نفس يعني أسلوب اللعب عند الفريقين وإن شاء الله أحسن يربحوا، وهيك هيك جمهور وهيك صالة وهيك ديربي، بظن لازم نلعب ثلاث لعب، بالسهل نلعب ثلاث لعب. صار لنا زمان جماهير متعطشين لهيك مباراة، وصفوها بالـ NBA وصفوها بالأوروبية وصفوها، كان كثير في شيء حلو، الحمد لله قدرنا نتفوق وكانت هلا عنا لعبة كثير مهمة اليوم لنربح لحتى نتأهل على الفاينل، فن ما عنده شيء يخسروه، نحن علينا البريشر وهالجمهور معنا إن شاء الله متوفق. فنياً للمباراة نادي الاتحاد عنده نقطة ضعف واحدة هي أنطوني بكر، الحقيقة هو اللاعب الثقيل يعني بفريقنا دائماً بيجيب من 20 ل 30 نقطة وأكثر أحياناً، هلا افتقدناه، بس طبعاً هلا في عندنا نديم عيسى حالياً صاحب النجومية الكاملة بهالمباراة هي الماضية. أنطوني بكر تعرض لإصابة وسي كاحل ليفل 1، هذا الشيء بتطلب إنه يغيب أسبوعين، نحن رح نحاول إنه أسرع ما يمكن إنه نرجعه، يعني هو لاعب مهم. بعد ما غاب دياب الشواخ وأنطوني بكر فكثير صفت حلول قليلة عند الكوتش، فلازم نأهلهم بأسرع ما يمكن. شو رأيك لو شو تتوقع النتيجة؟ للجلاء طبعا إن شاء الله للجلاء. فرق كبير ولا رح تكون كلوز جيم برأيك؟ لا إن شاء الله فرق كبير، ما بعرف بس لازم ضد المية إن شاء الله الجلاء بده يربحهم ونروح على الفاصلة. يعني أنا أتوقع نفس المباراة الماضية بخمس نقاط. ما بعرف لأنه الفريقين يعني محضرين منيح، يعني هذيك المباراة قدموا مستوى كثير منيح. يعني لازم يكون فوق العشر نقاط إذا الله راضي، المرة الماضية المنافسة ما كانت سهلة بالمرة. اليوم والله خطرة اللعبة، لأني أول شيء أنطوني بكر ما عم بيلعب، عندك هذا لاعب أساسي كثير مهم. ثاني شيء في عندك اليوم نسبة معنويات، فريق جلاء ما عنده غير الحسم بده يحسمه. وتوقعاتي بإذن الله الربح للاتحاد. إن شاء الله نكون نحن كل الثغرات اللي وقعنا فيها نطلع منها إن شاء الله. الاتحاد رح يربح. إن شاء الله اليوم بيتقدم مباراة تليق بسمعة الفريقين، وإن شاء الله ما يتأثر نادي الاتحاد اليوم بالغيابات اللي رح تكون عنده. وهي رياضة حلب. وأكيد هذا أنا برأيي اليوم المباراة حتكون هي الديربي الأقوى على الإطلاق. لا إن شاء الله راح تكون مباراة محسومة، لأنه المباراة السابقة يعني الشباب أول شوطين كانوا شوي مستهترين، بس رجعوا المباراة بالتمديد والحمد لله فازوا. والله إن شاء الله أتمنى التوفيق لنادي الاتحاد إن شاء الله، وإن شاء الله اليوم اللعيبة ما راح يخجلونا. أنا جاي بصراحة حتى أنبسط وأستمتع، مباراة ما تفوت والله يوفق إن شاء الله، بختار يستاهل يربح. هلا طبعا لعبة كتير كتير قوية بين فريقين عم بتنافسوا على المباراة النهائية، بس أنا أتوقع الكفة لتكون الاتحاد مع هالجمهور الحلو والرائع. أول شيء الفريقين جايين جمهورهم كبار، فريق كبير نادي الجلاء وفريق الاتحاد نادي كبير، المباراة حتكون متوقع كلوز جيم لأنه بإصابة أنطوني بكر. Thank you.
تقدروا ترجعوا كل مرة بالمباراة. رح تحافظوا على هذا الشوط الثاني؟ إن شاء الله لنحافظ، طبعاً لنحافظ. عملنا جهد كبير، رجعنا على المباراة، أكيد لنحافظ يعني. ما في شيء استسلام، ما لنستسلم، بدنا نكمل على هالريتم وبدنا نطلع لفوق بإذن الله. ليش هيك عم بصير معكم مثل هذيك المباراة؟ عم نساوم صراحة بالدفاع يعني، ما في غير هيك. أما بالهجوم عم نحط باسكت، عم نحط سلاتة، عم نلعب منضبطين بالهجوم. عم نلعب خططنا مزبوط، بس بالدفاع عم نستهوين، بنرجع على الديفنس عم نستهوين، عم ناكل سلات كتير ما بصير. الشوط الثاني؟ الشوط الثاني أكيد لازم يكون غير هيك، لازم نحسم الموضوع يعني خلص. سيناريو تكرر لكن المرة للجلاء. صحيح. في مباراة ثالثة، في فرصة أخيرة. أكيد أكيد. شو اليوم شو بتحكي لنا عن المباراة فنيا؟ لا فنيا نحن ما عم نكون منيحين دفاعيا، ولا في بعض اللاعبين ما عم بدخلوا بأجواء الهجوم بسرعة. لعبة كثير حلوة من الفريقين، إجباري هذا كلاسيكو سوريا. فرضنا حالنا لعبة ثالثة، حرام كان ما إنه اللعبة بإيدنا آخر الثواني. اللعبة ما بتخلص آخر الجيم الثاني، شوية تفاصيل صغيرة طلعتنا برا جو اللعبة. الحمد لله اليوم اجى الجمهور وما خزلناهم. حلو ماتش تاهد بين جلاء واتحاد، وإن شاء الله بيطلع بنفس الصورة. ومبروك لأن هارد لك الاتحاد، فريق كبير يعني ناقصهم اليوم لاعب، ضلوا عبد مو مستوى كتير منيح. المباراة القادمة هي مباراة تكتيك. استاذ مرهف يعني ريباوند واحد عم تفرق اللعبة. الطابة عم تطج على البورد نح على الرينج، عيوننا عم تتعلق فيها. الله يكون بعون اللعيبة، صدقني كثير صعب. يوم اللعبة الفاصل لازم الكل يكون بالصالة، إذا الجلاء والاتحاد بخير صدقني السلة السورية بألف خير. وأنا بدي أتشكركم كمان. نحن بنتشكر جمهور حلب، صدقني منظر الصالة اللي ما حضر بالصالة راح علينا نصعبه. يوم اللعبة الفاصل حلب كلها لازم تكون.